عليكم السلام ورحمة الله خي أيوب. واش مبروك اللي ناوي اللي خي أيوب؟ رمضان مبارك، لا يدخلوا الجامع بصحة وسلامة، وباش كيتمنى الجامع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا ربي، عاد كل اليوم إن شاء الله شني كتوجدونا؟ عرفتينا بحال اللي كتشوف أخي أيوب، جبرتينا كنعطلو شتا وجنة سايدة مع الدراري، وكل مرة لا حسب، كل مرة وكيفاش، مرة الحوت، مرة الجداد، لا حساب. وتينا كتعرف بحال اللي قالوا الدراري أحسن شيور كنكوزوها هو الشيور المبارك أخاو ديالي، والله يسمح لنا. إي والله. هاد الشيء هذا واش اليوم اولا شهر كامل؟ دوام ديبار شهر كامل جابت تبارك الله، يدو كل نهار كل نهار ونهار. طواجن تقريبا مره جوج مره ثلاثه بحال اللي شفتينا اليوم، ان شاء الله يكونوا عندنا ثلاثه طويجنات اليوم ان شاء الله. جوج طويجنات والله طواقي والله تا ان شاء الله. باش باش كتعدل باش معدل الله لا تعاملني فيها تما السرده في شهر ملاخ. ايوه زور راشد غنحصلوا راشد واحد شويش. راشد باش معدل الله طال خاوه؟ لا طال السرده الخاوه ديالي والهرزه ديالها وتسويمه وبيطه ديال الحزم مخلطين الخاوه تكونش الخاوه. هنا واحد طويج مزيان وانت هو خوتي واحد بالكبده، وهنا عندنا شي حاجه تجدي وداج ستيكات ديال الجبن وبيطات وبريوات العصير اللي تيناوه في الطابله دانو، كلشي الخير موجود الحمد لله في رمضان اخوت. الحمد لله. الطواجن هذا شحال بكم تقريبا هنايا؟ حنايا حنايا نشوف الحمد لله كاين مدن اللي تيجي ما تيكون يهود من الشارع تيفطر معانا، حنا خمسه بينا السابينه تنفطروا مع بعض تيسنا خاو فهمتيني؟ خمسه السابينه تنفطروا مع بعض تيسنا تنعملوا داك الشيء مع بعض تيسنا. حنا ولاد كاسافر حي جديد معروفين خاو ولاد كاسافر اجيال على اجيال اخاوة ديال طاجين مورا طاج طاجين مورا طاج وانت غنموتي في الحوايج ديال العيد وداك الشيء. حنا يماك لو صحيحه الله يخلي الوالدين وهذاك هو الاهم اخاوة ديال الله يخلي الصحيحه والله يخلي الوالدين امين اخاوة هذا هو الاهم. شحال كتعملوا من طاج؟ شي مخاوة ديالي مشات داتنا شي 90 طاج ان شاء الله يا ربي ما شاهد 30 يوم 30 طاج 90 طاج وقلت ثلاثه في النهار جوج في النهار اخاوة ضرب الحساب كيما بغيت. اي والله هذه ضروره الخا راه ماشي لك شي 90 طاجين الخاوة 90 طاجين شحال من مصر شحال مصر تمشي مصر في الحقيقه اخوت نجيكم نيت 20000 25000 تشي دفطر تقدروا في النهار اكبر اذا عملنا شي جداده اذا معمره بكفته وكبيده هذيك غاتسطح تباس ديال 80000 90000 هذاك الشيء غالي راه ما تدي فلوس الحقيقه يطالب مصروف اخوت. هانتوما تشوفوا السرد شحال السرد هاي فيني 28 درهم بيضه تتشري مع عندهم شويه بالانواع 30 درهم 3000 كبده تجيب 30 درهم انا هادو هما 40 50 اللي تجمع مع بعض تي ترى ضروري خصها واحد 25000 ففطر ضروري التقاليد الخاوه المغربيه هذيك ضروري من تنحافظوا ليها مشاو على الجدد ديالنا والوالدين ديالنا. حنا ماشي نهايه كلشي بطواجن تقاليد الوالدين ديالنا هما اللي علمونا هاد الشيء الوالده الوالد. دابا سينا المرا اللي كانت في الدار ما وقعت شي كان الطيب ما تخافش. لا 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 المرا اللي تجوج بيا الله ما تجوجش احسن مني سعدات الخاو اي حاجه. دابا انا عندي الوالده كبيره وهذه ضروري انا اللي تنطيب لها ونعدل الشهيوات تجيبها ابا رمضان رمضان طنجاوه والشماليين معروفين اليوم بالطواجن معروفين كوامل وما جاي الصيفيه يد كوامل والطواجن Thank you.
بالك عندنا في كاسا فاراتا دابا جبرتينا وجدنا واحد جميله، وعدلنا واحد طويجن ديال الحوت بالسرده، وجبرتينا نهبطون وفران، عرضنا على شي دراري صحابنا، وهادو هما التقاليد ديالنا عندنا في كاسا فاراتا. ديما كنجمعوا مع بعضنا دائما كتحافظوا على التقاليد، ديما كنجمعوا مع بعضنا وكنحضروا مع بعضنا، كناكلوا وكننشطوا وكنجوزوا العواشر مزيانه، ومي كيجي العيد عاو حاجه يا اخرى. اجواء ديال العيد بوحده عاو اجواء ديال العيد حاجه يا اخرى. مرحبا بكم عندنا في حي جديد كاسا فاراتا، اللي معروفه انتما كتعرفوا سوق كاسا فاراتا في حدا ايمان. اجواء رمضان انتما كتعرفوا واخا مابقاتش الاجواء رمضان، حنا كنخلقوها كيف ما ديما. خي ايوب انتينا كتعرفنا. ايوا خي ايوب، طويجناز ضروري دادوك ضروري. انا الحلقه ديالي ديال اليوم خاصه على الطويجناز. اي خي ايوب مرحبا بك، انتينا كتشوف كيف ما ديما خي ايوب الطويجن كيبدا والله طايا مشات نفار. انا خي ايوب وستيكات راهو ما خي ايوب بالجبان وديك الشيء انتينا كتعرف الدري كتهلا في راسك ضروري. ايوا انتينا كتعرف الراجل فويا كيشاكشا في رمضان. ايوب ضروري خصك دار واقيلا ما كتدخلوش تفطروا. واش نقول لك الوالده مسكينه دائما رجعت مع الصبا خي ايوب، دائما كتغوت عليا بسبه هذا الفطور خي ايوب، دائما كنفطروا مع الدراري. انت اللي كتعرف الخاوه ديالي ديك يومين الاولانيه مع الوالدين كنسمن معاهم الصوا في يومين الاولانيه. والله الا ايوب اخي والله من بعد الطاجين الطاجين هاي الطواجن واللي طاند ديال الحوت. واش مبروك كان المغرب كامل، الناس اللي في المغرب وبرا المغرب ومن طنجة حتى الكويرة وحتى الميريكان اللي هنزيد، واش مبروكة تعيدوا بالصحة ولهنا والله يدخل عليكم هذا العيد باش ما كتسمنوا ان شاء الله يا ربي. شكرا بزاف. شكرا ايوب الله يبارك فيك الله يرحمك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.